هذه ان شاء الله بنزيل القاعدة حق خزان هنا باذن الله. طبعا ذا المقطع حصري على اليوتيوب ذا من غير سناب. طبعا بيصير خزان هنا قاعدة خزان باذن الله، ثم عاد بيمشي مع مثل ما قلت لكم قبل فترة بيمشي مع الشبك هذه كله بوه، مع النقطة هذه يمشي حظيرة كاملة كله بوه، لأنه حظيرة طويلة عندي 27 متر حظيرة مفصلة حظاير. طبعا خزان بوب هذا 500، أنا بحط خزان أكبر بحط 2000 لتر على جميع الحظيرة إن شاء الله. الطريق هذه تدري شوله عشان اذا صب صبه، ايوه عشان اذا صب صبه على قولتهم مبشره توشير، بمعنى أنها تمسك الطريق هذه، لو خلاه نفس هذه ما راح تمسك، لكن الطريق هذه لا تمسك هذه. هذيك ثبتوا الراقي من فوق، ترى باقي هذه بس ينسقطون هنا تحت انحرف، يصير هنا خزان مركزي ما شاء الله. رفعت الخزان ان شاء الله يصيرون عاليه باذن الله، بس نحط له حزام قبل ثم عاد تصير قاعده فوق هنا باذن الله. هذه طريقة الحزام عشان ما على قولتهم يفحج انه ما يصير. بسم ما شاء الله تبارك الله. طبعا فيه محبس فوق وهذا فلتر، وفيه محبس هنا كذلك تحسب لأي مشكلة تقدر تقفله من هنا، وكذلك نفس العوامات اللي نزلات حقتها أو السقايات حقتها الدجاج فيها تقفيلة تقدر تقفله من فوق وتفتح كذلك، يصل مثلا شبك عندك فاضي تقفله من فوق، به نظام قفل. أبا أصور بعد شوي، شوفون هذا قفل، هذا الحين مفتوح الحين، والطريق هذه مقفل الآن، الطريق هذه مفتوح بحيث انك مثلا صار شبك واحد مثلا ما تقفل المحبس، لا تقفل هذه فقط وخلاص، تصير الشبك اللي فاضي على قولتهم مقفل عنه هذا. قلت لكم الفلتر هذا فيه امكانين تقدر تنظفه، وانا حاطه نزول يعني نزول الماء قبل ما يجي لأشبوك حقت الدجاج يمسك الشوائب، وعلما انه نفس السقايات هذول بهن ترى فلاتر صغار، لكن قلنا نحط احترازات قبل لاي عمليه شوائب لا قدر الله رامل وغيره. طبعا حاطه انا بلي زراعي، اول شيء ارخص لي وافضل لي ونفس الوقت يقوم بالواجب اللي زراعي، هذه نقطه. هذه طبعا نظام الكلبسه اللي فوق هذه مثل ما قلت لكم قبل شوي، وهذا نظام القفل تشوفونه هذا قفل، ودخرتها انا بريشه دريل، ريشه عاديه حق دريل، لكن اخذت مقاس هذه
واللي تحت هذه ربلة، الربلة هذه مرنة، بحيث انه اذا سقطت هذه بنفس الجخر اللي بلي فوق هذه تقفل الربلة مع انك تشده الكلبسة هذه كاملة. اذا شديتها تحسب ان عملية تنسيم لا قدر الله تصير في عملية تسريب ما عندك. هذا طبعا الشبكات حقة تلمى القديمة هلغيتهن الان، وحين على الشبكات الجديدة اللي صورنا لكم قبل شوي، ده بصور لكم شلون تعبية الثقلات حقات علم عشان ما تصير الحركة تصير بطيء، الحركة ما تصير سريعة اذا طخن هالدجاج وضربنا. هذه ثقالة عشان ما تتحرك نفس السقاية هذه ما تتحرك اذا لمسنا هالدجاج. نحط رمل ما شاء الله، حطينا الرمل الان نبي نحط السد، لان هذه السد جاي تم معه ما شاء الله. طبعا الخزان الاول خلاص، هذا الخزان الاول بنشيله ونستخدم مكان اخر نلقاه، وهذا حاطه احتياطي لاني بحط مغسله هنا استفيد منها انا كذلك، بما ان الماء نازل نازل قلت احط مغسله لي انا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.